أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات وبس. الآن نعرض عليكم تردد قناة الفكار الجديد على النايل سات، وهي قناة جزائرية عامة مستقلة تبث أهم الأحداث والأخبار السياسية الهامة في الدول العربية والجزائر وحول العالم، وتقديم أخبار رياضية ومتابعة الدوري الجزائري، وتعرض حصص اجتماعية وترفيهية وأخبار الفن وحياة الفنانين وبرامج تهم المشاهد الجزائري والعربي، وتعمل على متابعة دورية لقضايا الدولة وحل مشاكل المواطنين مع نخبة كبيرة من الإعلاميين، وهو يتم بثها أونلاين عبر شاشة التلفزيون من مقرها بالمملكة المتحدة في لندن، وتعرض بث مباشر لأشدد وأحدث الأخبار المحلية والعالمية على مدار 24 ساعة دون انقطاع أو تشفير، وهي محطة إخبارية مجانية ويتابعها عدد كبير من المشاهدين حول العالم، كما إنها تقوم بعرض محتوى مميز ومتنوع يناسب جميع أفراد العائلة من الكبار والصغار. تردد قناة الهوكار 2022، يوجد تردد واحد على القمر الصناعي نايل سات، القمر الصناعي نايل سات، التردد 12646، الاستقطاب أفقي، معدل الترميس 27500، معامل التصحيح 7 على 8، الجودة أستي. إذا القمر الصناعي نايل سات، التردد 12646، الاستقطاب أفقي، معدل الترميس 27500، معامل التصحيح 7 على 8، الجودة أستي. اسم القناة على قائمة القنوات الهوكار تي في. وبذلك نكون قد عرضنا عليكم تردد قناة الهوكار الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.